واحد لابارتي اللي هي مهمه من بعد هذه، اللي هي شنو هي السيت مانجمنت، وعلاش حنا محتاجينها، وشنو هما لي زاستيس اللي غادي نديرو باش اننا مانجيو السيت. اوكي سي ياسين، واخا ما كتصوير راه ما كتحركش بزاف غير الصوت اللي كنسمعو. ونقصتي الهاير اوردر كومبوننت والرندر بروبس اصاحبي. اوكي دونك غير كيفاش صافي، صاحبي؟ حيت راه كنشوف الوقت، حيت راني حاضر مع البلون، حاضر مع الوقت. اوكي اوكي دونك غادي ندوزو ستيت مانجمنت، حيت كاين بزاف ديال لي تخوك اللي خصنا ندوزو ليهم. دونك غادي ندوزو ستيت مانجمنت ولي زابروش اللي فيها. ياسين كتسمعنا ولا ما؟ اوكي بين ما جي السياسيين، المهم غادي نحاول نشرح علاش محتاجين مانجمنت ستيت، وكم صا غادي يقول لنا علاش، شنو هما لي زابروش، وشنو اللي نقدروا نديروا. المهم ستيت مانجمنت هو واحد القضيه اللي سهله، وديما كنشرحها بهذه الطريقه هذه. فاش كتمشي تشوف مثلا الانترفاس ديال فيسبوك، كيجيك واحد الميساج، شنو كتقدر تلقى، كتلقى بزاف ديال البلايص اللي كيكون فيهم الميساج، اللي هو مثلا لا بويسون، ديك البلاصه، ديك ليكون اللي كتولي بالحمار واحد، كتلقى لي تخوك اللي كاين في الجنب كيبان لك بانه تزاد واحد، كتلقى بان كل كومبوننت كيشريو نفس الحاجه. اوكي دونك عندنا بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الكومبوننت اللي كيشريو ذا سيم، كنسميوها ستيت، يعني واحد ليطه اللي هي ستيت. اوكي دونك كوم سا خصنا واحد جو سي با واحد لابروش باش نجيريو هاد الستيت هادي. دونك كاين بزاف ديال لي زابروش، منها ريداكت، منها الكونتكست اي بي اي، منها موبيكس، اكسترا اكسترا اكسترا. دونك غادي نحاول نشرح ستيت مانجمنت. سي ياسين رجعتي معنا؟ مشات الكونيكسيون رجعت. اوكي دونك حنا في ليطاب نتاع، ما عرفتش واش سمعتينا ولا لا، ولكن حنا في ليطاب نتاع علاش محتاجين ستيت مانجمنت، وشنو هما لي زابروش اللي كاينين في رياكت. ما عرفتش شنو قلتي، كنقدر نكون عاودت شي حاجه ديجا قلتيها. دونك ستيت هو okay. هو ان رياكت سميتو لا ستراكشر ديالو بحال الستراكشر ديال لابغ، انابغ انتري، صافي دير انه كيكون عندك واحد الكومبوزون، عنده دي كومبوزون فيس، وديك لو كومبوزون فيس عندهم دي كومبوزون فيس. دونك كيفاش كتخدم رياكت كيخدم انك كيكون عندك واحد ستيت في الكومبوزون كما قلنا قبيلاتي، وانه كيباسي دي بروبريتي دي كومبوزون اللي هما تحت منه لي ديسوندون ديالو. بارفوا كتكون عندك واحد الكومبوزون كيكون فوق، خصو يدوز واحد مثلا واحد لا بروبريتي لواحد واحد لا دوني، يدوز لواحد الكومبوزون اللي ماشي هو لو ديسوندون ديريكت ديالو، يعني كاين لتحت في داك لابوريسونس، وخصو يعطيها، خصو يدوز بار دوك لي انترميديير كاملين. اوكي هاد القضيه الا عندك ان بروبليم، مثلا ان اكزومبل، مثلا باش نديرو ان اكزومبل، بحال مثلا لي تيم ولا مثلا لونغاج. تخيل انت عندك ان سيت اللي هو ملتي لونغاج، كي افيشي الفرنسي لونغلي وهذا، وعندك الفوق عندك في الكومبوزون الفوقاني عندك واحد الكومبوزون اللي هو مكلف باللونغاج، يعني واحد سيليكت اللي كتختار اللونغاج، ومن بعد خصك دير لا ميزاجور مثلا، دير واحد لي كومبوزون يقدروا يكونوا مخشين داخل عندك. دونك سواء تبقى دوز ديك لا بروبريتي لونغاج، تبقى دوزها على كل كومبوزون، الكومبوزي يدوزها اللي موراه ويدوزها اللي موراه، او لا خصك واحد الطريقه اخرى باش تبارطاجي لي كومبوزون ما بين لي كومبوزون اللي هما ماشي مع بعضهم، او اللي ماشي قرابين، ماشي ما كيبارطاجيش لو ميم بارون او شي حاجه. دونك لا سوليسيون الاولانيه ديالك خصها تكون هي لو كونتكست. في الحاله هذه ديما خصك اول حاجه باش ما تدخش في رياكت، ما تبداش بالحاجه الصعيبه، ديما بدا بالحاجه السهله. رياكت فيه لي كومبوزون مع ستيتس، حتى الناس ليكيب ديال رياكت اوفيسيلمون هذه هي لا بوزيشن ديالها، تقول لك بدا بمسائل سهله، خدم بلي كومبوزون، خدم بالستيت، وخدم بلي بروبس، بارك عليك. الا بان لك المسائل بدات كتعقد، ها الكونتكست عندك باش دوز لي دوني مثلا من واحد البلاصه اللي هي من الفوق لواحد البلاصه اللي هي لتحت، مثلا غارق ديب داون في داك لابوريسونس ديال لي كومبوزون. البروبليم اللي عند الكونتكست اكتويلمون، كان واحد البروبليم قديم، هو انه كان واحد لا ميزاجور تقدر توقف ولا تقدر تبلوكا، يقدروا داك لي كومبوزون داخل ما دارلهمش الميزاجور، لان داك الفيرسون القديمه ديال الكونتكست كان فيها واحد المشكل. ولكن بهذا لابي جديده ديال الكونتكست ما بقاتش. دونك هاد لابي اي هذا بارطاجي لي دوني بالكونتكست، بحال اللي كتبارطاجي لي بروبس، لي كومبوزون ديالك كيبقاو ديما رياكتيف. البروبليم ديال سميتو ديال هاد البروبليم هذا ديال هاد لو كونتكست، هو الميزاجور اللي كيكونوا فريكون. كان واحد الانسيدون كان وقع ما بين، دابا كتعرف انت ريداكس كرياتور ديالو هو دان ابراموف، هو اللي كان كريا ريداكس في الاول مع داك اندرو كلارك اللي هو كان تاهما بجيبهم دابا في الكيب ديال رياكت. ومن بعد مشاو فحالهم، هما مشاو للرياكت، ما بقاوش كيتكلفوا بلا مانتونس ديال البروجي. ولا واحد السيد عنده واحد لونون ديال اسير مايك، ولا اسير مايك في تويتر، جو ميكسكيوز السميه ديالو كامله، كنشوف غير اسير مايك، ما كيتعرفش عليهم، السميه كان عمري ما شفتها، كنشوف غير داك النيم ديالو في تويتر وصافي. داك بالصفر ياك، بالصفر، بعداك عنده داك الافاتار ديال سامسونج اسير مايك. هو كان هو اللي بقى مكلف بلا مانتونس، وبقى ان كولابوراسيون مع رياكت على هذا، فاش بداو كيصاوبوا لا فيرسون جديده ديال فايبر، وكيبقى هو ان كونتاكت معاهم على هذا الشيء ديال سميتو.
دونك هما ريداكس خصو يدير غنجاو تكون هضرتي على ريداكس. ريداكس هو سيتي سوليسيون ديال الماجمنت يعني كتاكسترناليزي ستيت ديالك سافو دير هذه لوبسيون 3 بالنسبه لك. الا ما كانش الكونتكست خدام لك كتقلب على ليبراري كتخد تكلف لك بلو ستيت ديالك على برا بحال موبيكس او بحال ريداكس. هادو هما اللي معروفين بزاف وهما كيتكلفوا لك بلا شي ديال ستيت وكتكونيكتيهم مع رياكت. ولا تبعتي لي انستركسيون ديالهم قريتي لي زابي اي كيفاش تخدم هذا غتلقى بان الكومبوزون ديالك راه كيبقى بحال رياكت كيبقى رياكتيف. يعني اي حاجه كتبدل لك في ستات واخا هو اكسترن ما مستوكيش في وسط الكومبوزون ديال رياكت برا ولكن كيبقى ديما رياكتيف. دونك هو البروبليم كيما قلت لك ديال الكونتكست ان ريداكس كانوا باغيين يديروا لا ميزاجور ديال كانوا كيديروا لا ميزانيفو ديال لا بي اي ديالهم لانهم كانوا كيستعملوا الفيرسيون القديمه ديال الكونتكست ديال رياكت كانوا كيستعملوا معاها دي تكنيك اخرين اللي هما غندخلوش فيهم دابا باش امبليمونتيو هاد لا فونكسيوناليتي ديال ريداكس باش يبقى كونيكتي مع رياكت. ملي خرجت لا فيرسيون جديده ديال الكونتكست بحال ليكيب ديال رياكت سيزون انكوراجي لو تيم ديال ريداكس باش يميغرو للكونتكست انا غيسامبليفي الخدمه ديالهم بزاف قالوا غيسامبليفي لكم لامبليمونطاسيون وهذا دونك ايزون ميغري. البروبليم هو اللي وقع لهم هو واحد لاغريسيون ديال البيرفورمانس لقاو بان البيرفورمانس ما كتخدمش وقعت واحد لاغريسيون هما عندهم واحد تيست سويت ديال الاخر لقاو بان لا بيرفورمانس ديال ريداكس نقصت بزاف. دونك هادي ماشي باش ندخل في رياكس غير باش نقول لك بان الكونتكست عنده واحد فلو اكشوالمون معروف هو انه الا عندك شي حاجه اللي كدير لها لا ميزاجور دو مانيير فريكونت ما تحطهاش في الكونتكست او لا اضعف الايمان حطها في الكونتكست ولكن عمل لي ميزور ديالك لان قديم قسم ميزوري البيرفورمانس ديالك لان تقدر تشكل لك ان بوطون ليك في سميتو. هادي داك رياكت مهم في الاخر قالوها قال لك بان الا كانت عندك مثلا شي حاجه اللي كتبدل مره ممكن تحطها في الكونتكست غتبدل لونغاج ولا غتبدل تام ديال لابليكاسيون ولا غتبدل دي بارامتر لانغويستيك ولا شي حاجه بحال هكا قليله دي بارامتر اللي هما كيتشونجاو غارمون. بحق الا عندك شي حاجه اللي كتبقى تبدل دو مانيير فريكونت بوغ لانستون كيقول لك زعما ما كاينش اي سوليسيون هما باقيين كيقلبوا على سوليسيون كاين دي بروبوزيسيون داروهم في هاد لا فيرسون ديال رياكت كونكيرون ولكن باقي بالنسبه لهم ان بروبليم اللي هو نص. غادي نجيو لهاد القضيه حيت مهمه بزاف ديال الاسئله كاين هاد القضيه على زعما علاش تعطل هاد الشيء وعلاش بزاف ديال التريك. المهم غير وانا هابط شفت واحد السؤال صراحه ديال معاذ قال لك شنو هو الفرق ما بين ريداكس وريداكس ساغا وبغيت نقول ليه زعما راه مول ريداكس ساغا شخصيا راه معنا دونك هو يشرح لك بالضبط شنو واقع بالضبط. اوكي غادي ندوزو للسؤال كوا هاد لابارتي حاولنا نشرحوها. المهم درنا الرياكت كور شرحنا شنو هو الكومبوننت ستيت بروب جي 6 شرحنا شويه ديال لي باترن واخا ما كملناهمش تعرفنا غادي يمشي لينا الوقت شرحنا شويه ستيت مانجمنت جو كوا ندوزو للاسئله من بعد عاد ندوزو للديب دايف باش نشوفو وي ديتريك سبيسيال. الوغ السؤال الاول كاين اش هو الفرق بين الفونكشن كومبوننت والكلاس كومبوننت واي اند ثانك يو. اوكي شي واحد جاوب دونك الفونكسيون كومبوننت الفرق بيناتهم هو كلاس كومبوننت بين من السميات ديالهم ان لي كومبوزون تقدر تكتبهم دو مانيير هو اوريجينال مور رياكت فاش خرج كنت تقدر لي كومبوزون دو مانيير انك علاش كندي كلاس اولا علاش كندي فونكسيون. ما كانش في الاول كلاس ديال جافا سكريبت حيت ما كانوش لي كلاس في جافا سكريبت كانت واحد لابي قديمه ولكن بلا ما نهضروا عليها دابا. دونك اكشوالمون بحال كانوا عندك قبل رياكت فايبر كانوا برينسيبالمون كانت عندك لي فونكسيون وكان لي كلاس. الفرق بيناتهم هو ان لي كلاس يقدر يكون فيهم ستيت ولي فونكسيون ما كانش ممكن تستوك فيهم ستيت سافو دير لي فونكسيون سو سون دي فونكسيون كياخذوا غير لي بروبس. يعني الا بغى يدير لا ميزاجور ديال لي كومبوزون ديال شي حاجه كيستعمل غير لي بروبس ولا بغيتي تستوكي ستيت ودير شي حاجه اللي هي كومبليكي خصك لي كلاس. ولكن مع لا فيرسون جديده ديال الهوكس هاد رياكت هوكس اللي خرجت جديده عطاو واحد لابي انك باش دير لي ستيت نيشان في وسط لي فونكسيون من بعد غنهضروا واقيلا على الهوكس وي دونك هذا هو الفرق بين اكشوالمون. دونك الا كنتي كتخدم برياكت قديم ما كتخدمش لي هوك راه هذا هو الفرق بيناتهم. الا بغيتي ستيت ولا بغيتي دوك لي لايف سايكلز وهاد المسائل هادو كامله ودي كومبوز دي فونكسيوناليتي افونسي في الكومبوزون كتخدم لا كلاس ولي فونكسيون كتبقى دير غير باش ترتورني. الفيرسيون جديده بالهوكس ما بقاتش غير شي ديفيرونس بيناتهم وبالعكس بحال دابا بحال لي كلاس الا كنتي غتبدا بان بروجي جديد بحال رياكت كيقول لك دو مانيير امبليسيت بدا بلي هوكس ما تخدمش لي كلاس ما قالوهاش صراحه باش ينوع عباد الله راك عارف اي انونسمون كيخرج كيدير واحد الضجه كيقول لهم راه رياكس غيابوندوني لي كلاس صافي ما بقاوش خدامين لنا لابليكاسيون ديالنا شي سونسيبل. ولكن بحال ليدي لا طوندونس هي انه لي كلاس غيوليو اوبسوليت من بعد. يعني الا كنتي غتبدا الا كنت عندك شي حاجه قديمه راه لي كلاس خدامين لك راه رياكس ما غيابوندونيهمش
ولكن الا كنتي غتبدا بروجي جديد بدا بلي فونكسيون بدا بلي اوكس. انا سيرتو من بعد ديال واحد رمارك ان لي كلاس عندهم ان بروبليم في لو مود كونكورون نقدر نهضروا عليه من بعد. سيرتو دابا حتى في الكوميونيتي ولاو يعني كيركزوا بزاف على الهوكس اكثر من فهمتي كاع دوك مثلا رياكت كويري ولا كتلقى لي زابي اي جي بزاف بقاو كيخرجوهم بالهوكس واخا الهوكس تخدمهم في الكلاس كومبوننت مي صراحه ما بقاش واحد يعني علاش تكتب اصلا في الكلاس كومبون علاش تمحن راسك فونكسيون خفيفه ظريفه نيشان دابا شحال هادي الانسان كان كيبغي فاش كنا كنبغيو نبداو مثلا ان ابليكاسيون برياكس كتقول واش غنكتبها على شكل فونكسيون ولا شكل كلاس كنعبد الله كيقول لك ما تعذبش راسك كتبها على شكل كلاس اسكري تكتبها فونكسيون بعد غتحتاج ستيت غتمشي غتموديفيها وغتبقى دير الغوفاكتورين غتعيا كانت بحال كتلقى في ليتيم ولا في لي زيكيب كيقول لك غنبدا بكلاس ونهني راسي غنكتب كلاس ونكتب رندر وصافي باش الا احتاجيت شي حاجه نديرها نيشان في الكلاس. ولكن دابا ملي ولاو لي فونكسيون راه ما بقاش لي فونكسيون دابا ولا فيهم كاع لي فونكسيوناليتي اللي كاينين في الكلاس براتيكمون 99% كاينين في لي هوكس و يعني كاينين في لي فونكسيون يعني راه لي هوكس كيعطيوك واحد لا بي اي اللي هي الترناتيف للكلاس.